إليك طريقة الإيداع لأول مرة في حسابك لتمويل تداولاتك. ستحتاج إلى حساب تداول مسجل مع شركة إكويتي ووسيلة إيداع مثل بطاقة ائتمانية أو محفظة إلكترونية. سجل الدخول إلى حسابك عبر بوابة العملاء. انقر على إيداع واختر خيارات الإيداع. يمكنك أيضاً النقر على زر تمويل الحساب أعلى لوحة التحكم أو عبر القائمة المضغوطة إذا كنت تستخدم الهاتف. اختر العملة وادخل المبلغ المراد تحويله. اختر طريقة الدفع. قم بتعبئة التفاصيل المطلوبة وتأكد من مطابقتها لمعلومات حسابك حيث لا يتم قبول المدفوعات من أطراف خارجية. سيتم إرسال رمز التحقق المتغير OTP عبر رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل لدينا. أدخل الرمز خلال الوقت المحدد واضغط على تأكيد قبل انتهاء صلاحية الرمز. سيتم إرسال التحديثات حول وقت المعالجة وحالة العملية وأي معلومات أخرى إلى البريد الإلكتروني، لذا احرص على تفقده باستمرار. بنفس الطريقة ستستطيع تمويل حسابك في المستقبل على الفور. تمويل الحساب باستمرار سيساعدك على المحافظة على مراكزك لفترة أطول. يمكنك بدء التداول الآن عبر تسجيل الدخول إلى منصة MetaTrader 5. سنرسل لك تفاصيل تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني بمجرد الانتهاء من معالجة عملية الإيداع. تذكر أن الأسواق كثيرة الحركة وأن التداول ينطوي على مخاطر.